بقى يا جماعة الكارثة اللي في الريداتير زي ما انتم شايفين. المفروض ان المية بتعدي من هنا وتيجي من هنا. شايفين الريداتير عامل ازاي؟ طبعا ده يعمل كارثة واكتر من كارثة كمان. شايفين كده مفيش ولا مية ولا بتعدي هنا ولا من الناحية التانية زي ما انتم شايفين. كل الكلام ده كله، كل القرف ده. طبعا زيت وطينة. طبعا الناس ايه بتتكلم تقول لك العربية بتسخن، العربية وانت اصلا متفكروش تعملوا رداتير ولا تحطوا مياه نظيفة ولا خضرة ولا مطر ولا أي حاجة. تمام. ولسه ده يعني ده جزئية نظيفة أعتقد، الجزئية الوسخة اللي تحت دي لسه ما حليناهاش. تمام.